مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد وشرحنا بهذا الفيديو جليتش شلون تهكر الار سي وتهكر السيارات العادية. اذا عجبكم المقطع حط لايك واشترك في القناة ويلا نبدي. اول شي لازم تكون فري ايم، اوكي؟ روح ستوري مود، سوي فري ايم وروح سيرفر خاص، اوكي؟ وبعد المتطلبات لازم يكون عندك الارينا، لازم يكون عندك الوركشوب، لازم يكون عندك الار سي، لازم يكون عندك صديق وعنده الارينا، اخير شي لازم تكون عندك سيارة معدلة. اوكي، تركب السيارة معدلة، تروح تدخل الوركشوب، تضغط يمين. بعد ما دخلت الوركشوب تروح تحط التارات اللي تعجبك اللي تريد تنقلها للار سي، اوكي؟ هذا اول خيار، وثاني خيار دني سيارة تارات مودد، اوكي؟ انا بالنسبة لي حاط هذا. بعدين تروح تضغط دارة تطلع من السيارة وتروح للار سي. بهذه الخطوة ركز معي، اوكي؟ تروح اخير شي ورا الار سي، اوكي؟ تروح تركض وراح تطلع لك العلامة اللي على اليسار فوق الشاشة، تضغط يمين، تروح تركض وتدبل يمين، اوكي؟ اذا طلعت لك مثل هذه القائمة تعيد مرة ثانية. طبعا هذه لازم تحاول محاولات يلا تنجح. اذا طلع لك هذا الشكل، طلعت لك القائمة واختفت ووقفك في هذا الشكل، يعني الجلتش ضبط. هسه تروح تركب السيارة، تضغط يمين وتغير اي شي بالسيارة حتى لو لوحة، اوكي؟ انا بغير لوحة. بعدين تظل على هالقائمة وتروح اونلاين، تروح على كروز، تروح على اخير شي ليد بورد، بعدين تروح على على اي كرو، تضغط اول كلمة وانضم على اي واحد، اوكي؟ بس اكد انت لازم فري ايم. المفروض لازم تطلع لك، لازم تقبل العلامة الأولى. إذا طلعت لك قبل العلامة الثانية تضغط دائرة، تروح تنضم عليه مرة ثانية، تقبل العلامة الأولى وترفض العلامة الثانية، أوكي؟ تقبل العلامة الأولى ترفض العلامة الثانية، راح يرجعك بهذا الشكل بدون قائمة. هسه تنزل من السيارة وتروح قريب الآر سي، أوكي؟ هسه تقول لصاحبك يرسل لك دعوة للأرينا. تقبل دعوة مع صديقك، وبعد ما راح يدخلك داخل الارينا مع صديقك. بعد ما دخلك تروح تطلع، ترجع تدخل الارينا مالتك، اوكي؟ تدخل ووركشوب، مثل ما شفتوا تغيرت التارات واللون. طبعا تقدر تغير اللون اذا تريد.
هسه كيف تهكر السيارات العادية؟ اوكي بس ما شفتوا هاي السيارات انا مهكرها. هسه تركب السيارة اللي تريد تهكرها، عادي تجيب اي سيارة من الشارع وتقدر تهكرها. اوكي تركب السيارة اللي تريد تهكرها، تضغط يمين تدخل ووركشوب. بعدين تطلع من السيارة تروح هنا من الار سي وتغير الليفري، هذا الخيار. اوكي تختار اي واحد، بعدين تظل على هذه القائمة، تروح اونلاين، تروح كروز، تروح اخر شي تروح على اي كرو، تسوي اول كلمة، تضغط اول كلمة، تنضم على اي واحد. اذا طلعت لك كبر العلامة الثانية اللي تقبلها تضغط دائرة، تروح تنضم عليها مرة ثانية، تقبل الاولى وترفض الثانية. اوكي ترفض الثانية، بعدين تروح تركب السيارة وتضغط R2 تطلع من خارج الأرينا. مثل ما شفتوا النقلة تهكرت السيارة، نقلة التايرات من الار سي للسيارة. اوكي بعدين تنزل من السيارة، تروح تدخل الأرينا، مثل ما شفتوا هذه السيارة. اذا تريد تعدلها تقدر تعدلها، تروح تدخل ووركشوب وعادي تقدر تعدلها. اوكي وهذا كان شرحنا اليوم، اذا عجبكم الفيديو حط لايك واشترك بالقناة والسلام عليكم.